كبير جدا جدا، شغل غير مسبوق. شفتوا الناس دي كلهم في اي محل، لملموا كمية من الناس ومسرحيات وهناي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل شهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى، وربنا ينصر قواتنا الشعب المسلح. عدنا لكم بفيديو جديد، الموقف العملياتي مراكز إبراهيم مصطفى، فيديو جد جميل. اتكلم عن الوضع الماشي، واتكلم عن برهان والضغط الأمريكي لأنه يمشي مفاوضات، واتكلم عن قبيش، واتكلم عن دار حامد والفاجر ووضع في سنار، وموقف عملياتي بالكامل. كده رقم نادر فيديو اول، حتى بعدك نجي نعقب معكم. ولو تشاهدنا اول مره ما تنسى انه تدعمنا بالاشتراك في القناه. بالنسبه للموقف العملياتي الايام دي اخواننا، طبعا ملاحظ انه الجيش وضعه اتحسن، وضعه اتحسن عديل وارتاح، وده شغل المؤسسه ما الشغل بتاع طقع طقع وقوم جاري والسياسة بتاعت انا اخسر ناس ما بهمني، المهم استحوذ على الارض والكلام ده. جيش شغال عكس ده، رغم اننا احنا كنا معترضين في كثير من المحاور، وعندنا الحق، وهسه انا معترض في بعض المحاور انه ما في تحرك ما في تحرك، لكن الجيش التكتيك الماشي بيه ده صراحة كبت فوق الجنجة خسائر فادحة، والشغلة دي ظهرت فيهم في جروباتهم، بيكا زي البيكا اقسم بالله العظيم، جقلبه وسكلبه زي السكلبه، وتحييد بتاع قيادات، والايام دي بيعانوا من تحييد الاطقم بتاعين المدافع والمنظومات. نازل فقدوا كم منظومه؟ فقدوا كم نازل امس؟ فقدوا ثلاثه منظومه، اتجاه بحري بيغادي هناك ثلاثه منظومه فقدوها، تم تدميرها، نحن ما جبنا تفاصيلها. كذلك قارب بيغادي هناك اتجاه الكومه برضه نازل فقدوا منظومتين، فقدوا منظومتين امس، في كبكابيه برضه فقدوا منظومه. فالايام دي في شغل وفي معلمين كده مدورين الشغله دي بكل فهم وبروقان، ومتقلين دمه، ما نحن نقول الدارين نقوله ما شغالين بينا، بيشتغلوا شغلهم مع انه الشغل ده كله قاديه، بس الربيع والقيادات اللي بيغادي هناك ديل ناس هتوصل نهائيا، هذا شغلهم ما مقنع ما مقنع ما مقنع ما مقنع على الاطلاق. حتى سامي الطيب برضه شغله ما مقنع، الليلة ده كان المتشيات يا اخي شقالين بيفرضوا جزية على الناس عديل، بيدفعوا القرى تدفع 5 مليار، تدفع ما عارف شنو، وهو قاعد سامي الطيب قاعد والله العظيم مرتاح، والله ما باين عليه زاد، شايل هم سمين وامين واموره تمام، ويمرق الضحك. تضحك على شنو انت يا اخي؟ تضحك على شنو يا اخي؟ افشل ضابط مر على تاريخ القوات المسلحة، واجبن ضابط مر على تاريخ القوات المسلحة حتى سامي الطيب، اقسم بالله اجبن ضابط مر على تاريخ القوات المسلحه انت واحمد الطيب والربيع، والله العظيم ديل غايته، ومعاكم قد البخيت، زول انسحب من الجبل، عمك قد البخيت الشيباني ذاك الشيباني، انا والله زول من شفته عامل دقنه لابس، يا اخي زول لي ولابس له كافي، اقسم بالله تقول قايم من تحت عربيه، تقول قايم من تحت عربيه، لا هيبه لا ثبات ولا 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 فايتهم والله العظيم، اذا مزبله التاريخ والله ما ننسى لكم ليوم الدين، اقسم بالله العظيم ما بننسى لكم تفريطكم واستهوانكم واستحقاركم ويعني شنو ده؟ تسوف اقول شنو ده؟ هل حصل في تاريخ القوات المسلحه في قيادات اشتغلوا بنفس طريقتكم دي؟ لو كان الجيش بالطريقه دي انتوا كانوا وصلتوا لرتبه لواء، لواء انا لواء اقعد يقعد يتحكم في ناس السيطره، انت ما تشتغل زي معاويه ده؟ ما تشتغل زي معاه، لكن والله بننظفكم اقسم بالله العظيم. طيب الايام دي يقول لا الجيش شاد حيله، دي حاجه ما بننكرها نعترف بها، حقيقه الجيش شاد حيله وشقال وارتاح، وصلته عده جديده والناس شافوها شافوها، حتى الايام دي في التوزيع على المحاور مثلا نذكر المناطق الناس شافوا العده الجديده، كان مدفعيه كان عربات دفع رباعي كان مضادات كان شنو كل الحياة دي، وفي دفاعات دعمت كويس، وحتى على مستوى الطيران طيران الايام دي قايم بشغل كبير جدا جدا، شغل غير مسبوق. شفتوا الناس دي كلهم في اي محل، لملموا كميه من الناس ومسرحيات، وهنا نازل الدق ودق زي الدق، شفت العياط هنا ده كله بسبب الدق اللي ندقه الايام دي، حقيقه الجيش شغال حقيقة من الأيام دي الجيش شغال، احنا الكلام ده ما بننكره، اشتغلت نديكم حقكم والله، شغالين شغل عادل شغالين شغل بكيف،
شغل غير مسبوق. النازل ما كان بيشتغلوا بالطريقة دي. الأيام دي في رصد عديل، في رصد الأيام دي مدورين الشغل بفهم ها، ودخلوا جنجة في حسابات. إخوانا جنجة دي الخافوا عديل، نازل قال لك لا للحرب. النازل أي زول فيهم طالع لايف بقعد بشبكك طالما بيت الصلح وطالما عارف شنو. ما النازل مبلولين مبلولين والله العظيم، وإلا الطرز بتاع ميديا ماشي في بعض النازل، لكن والله في الواقع ما عندهم أي حاجة، في الواقع ما عندهم أي حاجة. فالموقف العمليات مشرف، مشرف رغم إنه في تقصير في بعض هنا، لكن مشرف مشرف. ناس بيقول لك الطيران ما بيحسم معركة، لا لا بيحسم يا يعني. بيحسم معركة الطيران، بيحسم هاي الطيران بيحسم في حتات كثيرة. في حتات لو ما كان الطيران ده وصله ها كان زاد مشكلة. الطيران قاتل كم ألف يا أخي، لما تقول ما بيحسم مدمر كم عربة قتالية، تيجي تقول لي قال ما بيحسم مدمر كم عربة قتالية، تيجي تقول قال الطيران ما بيحسم. الطيران بيحسم، لكن المفروض يكون معاه شغل أرضي، طيران ثم شغل أرضي. طيران الأيام دي توجيهاته ما شاء الله تبارك الله، نادي المدعوين الشغل وماشيين كويس جدا جدا. طيب الدنيا طبعا نبدأ بغرب أمدرمان، غرب أمدرمان المتعاونين، والكلام اللي احنا قلنا لكم قبل اليوم وحذرناكم لكن انتم ما بتسمعوا، ونصحناكم لكن انتم ما بتسمعوا. عاملين فيها رسانكم كبيرة، عاملين فيها رسانكم كبيرة الأيام دي. وريناكم قلنا لكم الشغلة اختلفت، والجنجل كان في غرب أمدرمان دي المجنجة بتاع زمان، لا تسليحهم بتاع تسليح زمان ولا أعدادهم ولا مقاتلين. نادي ساقوا أو انسحبوا بالقوات الأساسية وخلوا لك المتعاونين، خلوكم تأمن بكم شغل، تأمن بكم شغل فقط. الأيام دي العمل الخاص شغال، يعني عندك باكوبي مثلا أخوه يستلمه، أخوه ود عمه انجرم، أخو زوجته برضه انجرم. ده طبعا شغل كبير جدا جدا، ده شغل بتاع مداهمات وبتاع عمليات نوعية خاصة مبني على معلومات استخباراتية دقيقة، ما شغل ساي. وده البل ذاته، يعني احنا الآن بقينا في مرحلة تنظيف المتعاونين. ده غرب أمدرمان عقبال العمليات الواسعة، وزي ما قلنا لكم بتجري التجهيزات انه تكون في عمليات واسعة في محور ما، في عمليات واسعة ان شاء الله حتكون في الايام المقبلة. وما في حاجة الجنجة غرب أمدرمان والله ما عندهم اي حاجة، والله العظيم شفتها بكم مرتدة كده ها، والله ما تلقى زول هناك. هم ذاتهم ما مصدقين الناس دي قاعدين لحد الان لشنو، ما مصدقين الكلام ده اطلاقا، ما مصدقين، ما مصدقين انه هم لحد الان قاعدين لشنو. وليه لحد الجيش ما، لحد الان الجيش ما قادر يتحرك، اقسم بالله ما هينهم الجيش، بس والله ما هينهم الجيش، حن عليهم بس. لكن هسه لو فكوا القشم ده اقسم بالله يرفعوا تمامهم ويستلموا عدتهم ويرتكزوا في محل كانوا قاعدين والله العظيم. طيب الليله في شغل، لكن شغل بسيط، في عربتين تم تدميرهم ده غرب أمدرمان، في عندك بعض الضربات المدفعية ما شاء الله تبارك الله شغالة كويسة. المدفعية الأيام دي شغالين أمورهم تمام، ما عندهم أي كلام، أمورهم تمام في كل المحلات، بيعزف عزف زي العزف في كل المحاور، جنوب الخرطوم عندك اتجاهات بحري بيقادم هناك، عندك في أمدرمان شغالين راصعين رصع صح. وده كله من فوائد العدة الجديدة والشغل الجديد، شغل كله بالملي. طيب عندك جنوب أمدرمان ما في حاجة يا اخوانا للأمان، عشان نكون واضحين مرة مرة، الجيش بيشتغل مسيرات وبيشتغل مدفعية. قبل يومين جرب في نادي المدفعية تقدم في معسكرهم هناك، دمرت عدد من العربات وعندهم تكر بتاع مويه انجرم، وفي جماعة صيقوا ذات وقالوا يمكن المعركة بدأت، وهي المعركة لم تبدأ بعد، تحرك الأرض لم يبدأ بعد. طيب جنوب الخرطوم شايفين طبعا المحط الشقال والتقدم الشقال والعمليات النوعية الشقالة، ما عندها زمن ولا عندها حد، شقالة مهند ورفاقه شقالين، والارتكازات أو الدفاعات المتقدمة نوع التأمين الفيها ونوع السلاح الفيها. دي المدرعات زمان كان بيهجموها بالغارات بالافواج، هسه وين؟ هسه عيادهم كلها بقت حياد، يعني هجوم كله بقى هجوم باهت خجول كده، وبتم التعامل معه ارتكاز
مدرع منطقه مدرعتين ما قومن الارتكاز متقدم بس فيه تسليح متواضع يعني ده حتى بدأت الارتكاز ذاته ما عندهم حياة يعملوها الآن في جنوب الخرطوم ما عندهم أي حياة تدوين شغال مدينة الرياضية الحزام الحتدم ما شاء الله الأمور ماشية كويس وفي عمليات خاصة قلت لك الناس اللي بصحوا عادية لقى الناس هوي قوموا نحن جيناك يا زول والله وفيها ما في مواقع كان تابع للجنجة جادعين فيها ما نازل بيدوا ناس مساوي ومش مخلون بالنظام احنا قاعدين هنا وما عارف انهم ذات الجنجة انه نازل مبلو في حسابات الجنجة انه نازل قاعدين لكن ما الجنجة ما عارفين انه نازل زمان تم تستيفهم يعني بحري ما شاء الله تبارك الله الليلة في شغل ممتاز جدا جدا في بحري ويوميا الشغل ده مستمر وشقال وناس بحري ده بالذات شفتها لو فكوا لهم اللي جاب وقدم توجيهات الاكتساح والتحرك الارضي والله نازل ما بياخذوا معهم زمن لكن نحن الشيل بقنع ود الحسين انه الشغلة دي خلاص شنو ما عارف ود الحسين فاهم شنو من الشغلة دي ما اكيد الفاهم طلط عمد الحرب يعني ما في فاهم غير كده كل الشيل بيحصل ده بيأكد لنا انه نازل ما دارين انه الحرب دي والله العظيم ما انتوا من الجنجة دين دارين بس الشغلة دي تكون كده ضامنين عشان كده شفت الدلع وحبس الجيش والكلام ده كلهم ضامنين الشغل ده طيب في جبال قاعد كوبر بيغادي هناك في عدد من العربات القتالية تم جغمها بالكامل تم بلة تم التعامل معه هدف متحرك جنجة كوبر بيغادي هناك بكوا فيها دم كويس تم جغمها الحمد لله رب العالمين ده شغل مدفعي وشغل بتاع مسيرات يا جنجة حول المصفى الكاسة الجنجة الموجودة هناك بقت هدف ثابت للمسيرات هدف ثابت للمسيرات يوميا المسيرات دي بتجغم فيهم ديل اللي قاعدين في المصفى والله نازل حالهم يغنى عن سؤالهم والله حالهم يغنى عن سؤالهم ونازل أقل عملية أرضية ولو كانت متواضعة وحياة الله بتقومهم من هنا لكن البغنى ود الحسين شنو يا معلم البغنى ود الحسين شنو يقول له ود الحسين اتحرك النادي ما فضل فيهم حاجة شنو ولا لك ان فعلوا هاشتاقات نقول ود الحسين ياخد حرك النادي ما فضل فيهم حاجة طيب ليلة في ثلاث عربات هناك في المصفى تم تدميرها بواسطة مسيرة برضو في هدف في المقرن تم التعامل معه بواسطة مسيرة وفي قصف مدفعي اتجاه المقرن بيغادي هناك طيب عندك اتجاه الجزيرة يا هو المحور الوحيد الشقال وماشي ومستمر محور بتاع المناقل محور بتاع المناقل جنجة هناك اصبحوا يعني بعانوا اول المحور ده بقى لهم كابوس لكن بقيت المحاور في نوم في نوم ما في اي حاجة والله في نوم المناقل ديل قبل يومين عملوا كمين كده داغنوا علاقة الجنجة قائد المجموعة الدفار بتاع الزخيرة الضارب بتاع 23 و 23 كله انجغل كله انجغل طيب حول سنار ما في حاجة لا شيء يذكر عمليات جوية متقطعة قصف مدفعي ما زالت القوات بعيدة يعني بعيدة من الدندر ما زالت بعيدة من سنجة برضو جبل موية ما في استعادة لجبل موية قصف مدفعي شغل بتاع مسيرات والحال في حاله يعني في حاله ما في تغيير ولا في تحسن نعرف الحاصل شنو بالشغلة دي ومصادرنا هناك بقول لنا نازل بيوعدونه بقول لنا الليلة بقول لنا بكرة ما في تحرك ولا في هنا الله المستعان قايد طيب الفاشر ان شاء الله تبارك الله الفاشر يقنع لأي جنجة والله العظيم وقلنا من بداية الأحداث احنا راهنا على رجال وما بيخزلونا بإذن الله ما بيخزلونا والجنجة الفاشر دي بقت لهم كابوس وعايز تعرف الموضوع ده خش جروباتهم شوف البيكا وشوف السكلب وشوف الجقلبة قول لهم احنا قلنا لكم خشوا الفاشر يخشوها كيف يا جنجة ما هو سؤال انت اللي بتقول احنا قلنا لكم ليه انت ما تيجي تخش معاهم انت ما شفت الناس دي اخر حاجه عملوا فيهم شنو اخر جلد جلدوها الجنجة دي حول الفاشر دي ما جلدة بتاعت زول تاني بيجي يعني انا زاد لو كنت معاهم كان بكون عاقل والله والله العظيم كفايه الناس الصيجوا يا معلم تقال الشغله دي سهله زي ما انتم شايفين في اللايفات يا زول ده مطر بتاع 23 مطر بتاع 23 صب في الجنجة اليوم دي ثلاثه متحركات مرقوا منها متحرك وربع ثلاثة متحركات مرقوا منها
متحرك وربع جنجة هناك ما عندهم حاجة يا زول. والله الدقل اللي دقوا اقسم بالله انا لو كحالهم بشطة والله العظيم ما يقدروا يجوا بيغادي بهناك. وزي ما قلنا ناس المشتركة يا اخي انت قولوا لنا من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم. انا بتكلم عن حول الفاشر المحاورة الثانية ديك عارفها وعارف راك دلوكم فوق راي وعندكم معركة فاصلة قاعدين تحضروا لها وكل الهناء جاهزة يعني كل الترتيبات جاهزة لكن برضو ها اتحركوا لنا. طيب عندك الوحل الايام دي الجنجة طبعا الوحل قطع قلبهم الوحل بقوا هدف ثابت جماعة جايين هناك في الحدود ها بقال لهم بل تقيل وحل وجغل والله العظيم دقهم دق زي الدق. طيب عندك قبيش وما ادراك ما قبيش اخوان المعركة بتاعت قبيش دي ما الليلة معركة قبيش دي امس ما اليوم معركة قبيش دي كانت بالامس ما اليوم في حتة اسمها في قرية اسمها عبيد ومزميل بيغادي هناك الجنجة جغم فيها جغم ها تقال الحمر ده البهضر تقال يا جنجة حمر ده البهضر بسم بالله ساقوم لك سواق لمن قالوا ما دايرين والله يلوم بلوم لك بل لمن قالوا ما دايرين الاحتياط قوات الاحتياط وابطال اللواء 18 ساقوا نادي السواقة دي السواقة ما عندهم اي ثبات يا زلمة ما عندكم اي ثبات يا جنجي هناك قائد المجموعة دنيا زايلة وعدد كبير جدا جدا من الجماعة الاعمار ما بتتراوح من 17 18 عاملين فيها ده نعمل حركات والله بلوم لك وساقوم لك سواقة كده لمن قالوا ما دايرين بسم الله العظيم استخدموا معهم كمان سلاح متواضع بس سلاح متواضع الجماعة دي العرد وقاموا جاري تحية لحمر عموما والمنطقة دي انتوا عارفينها ها والجنجة شابكنا لك احنا ومعركة معركة شنو هذا مطلع لكم بيان باهت قال ما عارف تعرضت قواتنا ونادي جانا في السوق سوق شنو هذا انت غلط حاجة في السوق يا جنجة نازل جوك جموك عديد تقول تقول قال جانا في السوق ما في حاجة اخوانا الشغل ده كان امس والمعركة انتهت والجنجة مهزومين 6-0 ما تقولون فيها 6-0. طيب البرهان ضغوطات على البرهان تفاوض التفاوض وحننفذ لك شروط جدة امشي قعدنا في جنيف والله العظيم امريكان قايمين وقاعدين في الموضوع بتاع التفاوض ده باي شكل من الاشكال دايرا البرهان يواصل البرهان شابك في حاجة واحدة بس جدة شروط جدة نحن ما بني مانع وما بني ماطل عشان ما الشغلة تيجي عكس لكن بشروط جدة ودارين توقعوها نرجع جدة ما عندنا علاقة بجنيف ما عندنا علاقة بجنيف وهسه البرهان في الايام الجايه دي ماشي امريكا ماشي امريكا في الناس اللي بيقول لك الزول ده ما عنده شرعيه طيب زول ما عنده شرعيه ماشي امريكا عنده شنو سؤال زول ما عنده شرعيه ماشي امريكا عنده شنو زول بيخاطبوا برئيس مجلس السياده وين المصيج حمدتي سؤال وين المصيج حمدتي اليمن دي ما له بطاريته ناس زول شنو اليمن دي ما ظاهر بطاريته ناس زول شنو فما عندكم حاجه ينجى والله اقسم بالله العظيم شفتوا عسكريا سياسيا مهزوم ما عندكم اي حاجه انتهيتوا انتهيت فلان قاعد ساكت يجي قال ده اسمه من الباشا طبيز يجي يقول لك قال احنا دمرنا ما عارف كم من المقاتلات كذاب يا زلمه دمرت شنو دمرت شنو انت كم دمرت الجماعه اللي هناك دقتهم مطره جنجل في هنا دقتهم دقتهم مطره ما دقتهم دقام الطيران اللي عمل لكم هوس الايام دي وخلى الجنجه كلهم يطالبوا بالتفاوض عندك في الكلاكلات بيغادي من هناك شاف كل الناس التفاوض والتفاوض فشل ليه ده جنجة بتاع الكلاكلة انتوا يا جنجة الكلاكلة اكتر ناس مرتاحين ونايمين ها في العسل اموركم تمام ماجرين شبكة واموركم ماشية انتوا لو كنتوا زي الجنجة بتاعين الجيلة تقولوا شنو لو كنتوا زي الجنجة بتاع بحري تقولوا شنو لو كنتوا زي الجنجة حول الفاشر تقولوا شنو انتوا اكتر ناس اموركم ماشية مالكم مال ها تفاوض ما تفاوض ثبتوا ساكت نحن ما داري معكم تفاوض نتفاوض معكم على اي اساس يعني نتفاوض معاكم ونحن نتفاوض مع قوة عابرة للحدود ما نتفاوض معاكم والله نصر الجودة شغل شغل جد وبال الجنجويت دي بل الجن ده خلى انه جنجويت والقهات دي لو مجتمع الدول كلهم بصرخوا اوزن يوقفوا بأي طريقة وسلام وكلام الطالة سبب أوله ده وبرضو طلع اتكلم مستشار رضا مصري بقول يا اخي انه دمرنا 99% من طيران الجيش السوداني وكلام كل كذب لكن هو عاوز يصل الى نقطة واحد بس عاوز يقول ان الجيش السوداني قاعد يستخدم طيران اجنبي ده هو كلام عاوز يصل لكن بل بس
كل التحية لنسور الجو، انتو تستحقوا نجمة الإنجاز والله. زي ما قلت يقولوا ده كل فوائد بتعد الجديدة. وكل التحية لقوات المصلة والمشتركة في الفاشر، الفاشر ده عصية للجنجويد والمتخصصين في جغم الغيارات بتاع ملاقي الدير، فلكم كل التحية. برضو تحية لأهلنا في دار حامد، ده المطلوب. الجيش متمسك باتفاقية جدة لأنه ده يعني استسلام الجنجويد. الشعب كان رافض حاجة اسمه تفاوض نهائي، لكن ما تم توقيعه في جدة انتهى من جنجويد. أمريكان كانوا هم شهود في جدة، لكن عاوزين ينطوا من جدة.